كثير من الأمور ممكن يعاني منها الصائم خلال شهر رمضان المبارك، ومن أهمها هي رائحة الفم، يعني ممكن تكون هي مزعجة وممكن أيضا تكون محرجة للصائم، لهيك أكيد في أسباب كثيرة ممكن تسبب هيدي الرائحة. رح نتعرف عليها من طبعا بهيدي الفقرة مع طبيب الأسنان الدكتور غيث شلفون ليخبرنا عن هيدي الأسباب، وأيضا بدنا نتوجه أيضا لبعض المشاكل بيعاني طبعا منها مريض الأسنان خلال هيدي الفترة. لك سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. يسعد صباحكم، رمضان كريم عليكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، صباح الخير لإلك. يسعد صباحك. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة دكتور، موضوع رائحة الفم بشهر رمضان يعني الصيام ممكن تكون أكيد هي مزعجة، أكيد محرجة ببعض الأحيان، لكن إلى أسباب، يعني خلينا نتعرف عليها من حضرتك دكتور بداية. بالبداية صباح الخير ورمضان كريم على الجميع. هلا مثل ما بنعرف انه منطقة الفم هي بتحوي على نسبة كبيرة من الجراثيم، تقريبا شي حوالي 600 نوع. طبعا مو جراثيم يقصد فيها انه جراثيم ممرضة، ابدا، هي جراثيم متعايشة موجودة باللعاب، موجودة متوضعة بالحفرة الفموية بشكل طبيعي. طبعا بشهر الصيام بشهر رمضان الصائم بده يمتنع عن السوائل، فبده يصير عندنا نحن نقص بكمية السوائل بشكل عام بالجسم، أنه ما بيقدر بيشرب مي أو كذا، فبده تقل كمية اللعاب الموجودة. اللعاب دوره الأساسي بالحفرة الفموية، بالإضافة لدوره بالهضم، كمان بيعمل شيء من التنظيف الغريزي اللي بنسميه، يعني بيغسل الأسنان، بيغسل مثلا نسج الرخوة الموجودة لسه، تنظيف ذاتي تماما، بيخفف من نشاط الجراثيم. عقلة السوائل ممكن يصير نوع من الجفاف الفم، جفاف الفم بيؤدي إلى نشاط للجراثيم. طبعا السبب الرئيسي للرائحة هو الأبخرة الناتجة عن تفكيك يعني مخلفات الطعام، يعني النشاط الجرثومي الموجود بالتم. طبعا إلى كذا سبب، ولكن هذا هو السبب الأساسي. ليش؟ لأنه مثلا ممكن حدا بيكون ما بيعاني خلال الأيام العادية من أنه نفس كريه أو رائحة فموية خلال النهار، ولكن مثلا بالصيام خلال فترة الصيام بيلاحظ انه بلش تظهر عليه هيدي الاعراض. طبعا في ناس موجودة عندهم بشكل عام نتيجة مشاكل بنحكي فيها، ولكن انه عم نحكي نحن على الشخص الطبيعي اللي ما عنده اياها وتظهر خلال فترة الصيام. طبعا سببها مثل ما قلنا هو الابخرة الناتجة عن تفكك مخلفات الطعام. طب دكتور، مثل ما ذكرت يعني هذا الانسان الطبيعي خلينا نقول ما عنده مشاكل فموية او حتى مشاكل بالاسنان، ذكرت يعني خلال هيدي الشهر ممكن تظهر هيدي الرائحة، لكن خلينا نحكي عن اللي بيزيد المشكلة، يعني غير انه ذكرت انت حضرتك انه في تنظيف تلقائي ممكن يكون داخل الفم، لكن شو ممكن يزيد المشاكل اكثر خلال هيدا الشهر؟ يعني والتدخين يعني اكيد هو دور كتير كبير بهيدا الموضوع، كمان نحكي عن الاسباب التدخين. طبعا نحن مثل ما حكينا انه هيدي النفس الكريه ممكن يظهر بشكل طبيعي في حال عدم وجود مشاكل تمام بسبب جفاف الفم، ولكن في بعض العوامل المؤهبة اللي بتزيد هيدي المشكلة، مثلا العوامل الخطورة للموضوع تماما. ممكن عندنا نحن احيانا المعالجات السنية السيئة، ممكن يكون عندنا حشوات، ممكن يكون عندنا نخور، النخور ممكن تؤدي لمناطق بتجمع فيها بقايا فضلات طعام، بتتأدي انه لاحقا انه يصير في تخمرات وتطلق أبخرة. كمان ممكن يكون عندنا التركيبات اللي بنقصد فيها نحن مثلا التلبيسات ممكن تكون سيئة، ممكن عم تؤدي كمان لتجمع تراكم فضلات الطعام. الشيء الثالث ممكن يكون قلة العناية الفموية اللي بتؤدي لتراكم التكلسات أو طبقة البلاك على سطوح الأسنان. طبعا هيدي الأمور التراكمات التكلس بتؤدي لتأهب لعنا لشيء اسمه التهاب اللثوي اللي ممكن يكون مزمن بيتطور. طبعا كل العوامل بتجتمع مع بعضها، يعني الالتهاب اللثوي الموجود بشكل مزمن وقت اللي عم بيجي عندنا نحن انه يصير عندنا جفاف بالفم وما عندنا تنظيف رح يتطور الالتهاب، يصير التهاب حاد. هذا الامر اللي بيؤدي لزياده نشاط الجراثيم، يعني كمان العوامل الالتهابيه، الالتهاب سبب كمان لاطلاق الابخره ذات الرائحه السيئه. بالإضافة لعنا كمان الفطريات اللي بتتجمع على الظهر الخلفي لللسان، يعني على الجزء الخلفي لللسان، كمان نتيجة جفاف الفم. طبعا نحن حكينا على النفس الكريه المسبب فقط بالحفرة الفموية، بالإضافة أنه نحن عنا عوامل كتير أنه لا سبب هيدا الشيء خارج عن الحفرة الفموية. ممكن يكون عنا التهاب لوز، ممكن يكون عنا حالة اسمها ارتجاع المريئي، الحموضة هيدي كمان بتأدي لنفس كريه. ممكن يكون بالإضافة لعنا أنه نقص فيتامين B12 أو فقر الدم مثلا،
كمان ممكن تؤدي لهيدي العوامل. بالإضافة أنه في عندنا ناس شريحة من المرضى هني دائما بيعانوا من هيدي المشكلة، هني مثلا ممكن مرضى السكري، طبعا اللي بيكون النفس الكريه لهم لهم رائحة مميزة بنسميها أسيتونية يعني تقريبا. كمان بالإضافة الالتهابات اللي بتشمل مناطق الجيوب الأنفية، الأجسام الأجنبية اللي ممكن تكون متواجدة بالأنف أو بالجيوب الأنفية بتأهب لزيادة النفس الكريه. طيب في عدة هاي الحالات دكتور ممكن أنه تنظيف الأسنان لوحده هو كافي لحتى نتخلص من رائحة الكريهة، يعني بعدة هاي الحالات اللي ذكرتها حضرتك؟ هلأ أكيد تنظيف الأسنان هو عامل أساسي يعني، ومثل ما بيقولوا وقائي من هيدا الشيء. تنظيف الأسنان عند الشخص الطبيعي اللي ما بيعاني من أي مشاكل اللي ذكرناها سابقا اللي ممكن تزيد النفس الكريه، يعني ما عنده مثلا ما عنده تكلسات على الأسنان، ما عنده حشوات سيئة، طبعا تنظيف الأسنان كافي أنه يحد من هيدي المشكلة ويمنع ظهورها. بالإضافة أنه لاستخدام المضامد الفموية، المعقمات والمطهرات. ولكن في حال كان أنه الشخص عم بيعاني من مشكلة، يعني عنده مشكلة أنه عم بتخلي هيدي المشكلة مرافقته على طول، لازم يراجع طبيب الأسنان أكيد لحتى يقدر يحل المشكلة. التنظيف هو بحد ذاته قادر أنه الشخص نفسه، ولكن إذا في مشكلة مفروض أنه يتداخل الطبيب. ممكن هيدا يخفف أو يقلل من رائحة الفم، ذكرت معطرات أو خلينا نقول المضامد الفموية، يعني ممكن يخفف من هيدا الحالة؟ هلا بالنسبة للمضامد الفموية الشائعة الاستخدام يعني باختلاف أنواع، نحن مثلا عندنا مضامد فموية علاجية ومضامد فموية مطهرة. تمام، هلا حسب الغاية من استخدامها. هلا في نحن عندنا يعني الأكثر شيوعا هي المضامد العلاجية، طبعا صارت عم تنضاف لها يعني مثل مواد مطهرة بتعطي مثل هيك شوية انتعاش لأنه بالفم. طبعا أكيد هيدي هي غايتها أنه تخفف الالتهاب، يعني علاجية مثلا بالنسبة للسة، بالنسبة مثلا ممكن تحد من النشاط الجرثومي لجراثيم الحفرة الفموية، فأكيد رح تكون. بس لازم نعرف السبب مثل ما ذكرت، سبب الرائحة حتى نحن نقدر نعالجه. مثلا بشكل عام إذا عم نحكي أنه مثلا في حالة جفاف فم أو كذا، ممكن المضمضة العادية يعني يمشي الحال تماما. طيب دكتور، يعني خارج شهر الصوم يعني في أيضا أسباب أخرى كمان لرائحة الفم الكريهة؟ هلا ممكن في أسباب مثل ما ذكرت مرتبطة هلا بالصيام، لكن خارج هذا الشهر يعني شو هي الأسباب خلينا نتعرف عليها نتلافاها أيضا؟ مثل ما حكينا من شوي أنه ممكن يكون عندنا نحن عوامل مؤهبة لنفس الكريه، الحشوات السيئة، التلبيسات، التركيبات يعني تماما، ممكن قلة العناية الفموية. قلة العناية الفموية هي أكبر عامل مؤهب لهيدي المشكلة. هلأ دكتور ملاحظ في تباين أيضا بين شخص وآخر ممكن برائحة الفم، صحيح. يعني شو سببها؟ صحيح. كمان أول شغل الاستعداد الشخصي أو ردة فعل الجسم بالنسبة للعوامل الممرضة. تمام، هلا مثلا في ناس ممكن تكون عندها نشاط الجراثيم بشكل اكثر، ولكن مناعة الجسم عم تعمل مثل المساواة يعني بين مناعة الجسم وقوة الجراثيم، فما عم بيصير عنده هذا الشيء. في ممكن ناس موجود عندها نفس كمية الجراثيم ولكن اختلاف بكمية اللعاب، في ناس ممكن يكون عندها مشاكل بإفراز اللعاب، ممكن يكون أحيانا فرط إفراز اللعاب ممكن تكون في قلة، فهذا السبب بيخلي أنه أنا يختلف عندي أنه المشكلة، أنه حيثية المشكلة أو ظهورها بتختلف من شخص لآخر. بالإضافة أنه مثلا ممكن يكون في اختلاف بطريقة تفريش الأسنان، اختلاف بأوقات يعني أو الطريقة تماما، يعني اختلاف بطريقة الاهتمام بالأسنان. تمام دكتور، إذا تختلف من شخص لآخر حسب طبعا تحديد المشكلة، لما أكيد بنعرف المشكلة ممكن نخفف نحن من هيدا الموضوع. هلأ بالنسبة لآلام الأسنان يعني هي كتير أكيد ومتعددة وأسباب كتير مثل ما ذكرنا، لكن يعني خلينا نقول خلال شهر رمضان المبارك ممكن تزيد عند البعض. صحيح. أسباب أو عفوا آلام الأسنان، هل هي ترى الأكل كتير بالليل يعني قبل النوم، ثاني يوم بيقول أنا مثلا يعني في عندي آلام زايدة عن الآلام العادية المتعودة عليها؟ بالنسبة لآلام الأسنان طبعا مثل ما بنعرف الألم هو شعور نفسي وعاطفي مرتبط بأذية مباشرة أو غير مباشرة بتشمل الأسنان أو عصب الأسنان. طبعا ما لحد هلا يعني ممكن ما في نحن ارتباط واضح بين أنه ازدياد الآلام فترة الصيام أو بخارج أوقات الصيام، ما في ارتباط واضح، ولكن مثلا مثل ما حكينا هلا نحن الأسنان أنه ممكن
واحد عم يمتنع خلال فترة طويلة وبيجي مباشرة بده ياكل، فالأسنان عم تتعرض لتحميل مباشر للطعام، بالإضافة لمثل ما حكينا أنه النخور، نخور الأسنان بتكون بحالة تعايش أو تنظيف غريزي مع اللعاب خلال الفترات العادية، ولكن خلال فترة الانقطاع عن الطعام حتى الأكل أو المضغ، يعني عملية المضغ هي بحد ذاتها هي عملية تنظيف للأسنان. منلاحظ أنه مثلا تراكم التكلسات دائما بيكون على الجهة اللي ما بيصير عليها مضغ، تمام، على عكس ما الاعتقاد السائد أنه أنا الجهة هذه ما عم استخدمها لازم تبقى نظيفة. لا أبدا، الجهة اللي ما عم تستخدمها اللي ما عم بيصير فيها احتكاك مع الطعام عم تكون هي السطح جاهز لتراكم التكلسات والبقايا الطعام. تمام دكتور، كمان العناية بالأسنان بشهر رمضان تكون مختلفة، يعني التنظيف تكون مختلفة أيضا، كمان ممكن يكون إلى تأثير على تأخر الأسنان. تمام. مثلا في حال وجود نخور أو مثل ما ذكرت بعض التلبيسات الممكن غير صالحة أيضا. هلأ بالنسبة للعناية، هلأ العناية بشكل عام بالعناية الوقائية بالأسنان أو العناية اللي ممكن يمارسها المريض أو الشخص الطبيعي، هي مفروض تكون يعني على نفس المستوى سواء كان بشهر رمضان أو بغير شهر رمضان، ولكن بعض الناس ممكن تخفف شوي، ممكن خوفها أنه مثلا اعتقادها أنه ممكن المضمضة تعمل مثل الأفطار أو شيء أو كذا، فممكن يخففوا من الإجراءات للتنظيف الحفرة الحموية، ولكن بشكل عام يعني التفريش ممكن يكون مثلا بعد وجبة مثلا اذا في ناس يعني بيأثر في حال تغيرت العادات، ما كان في تفريش اكثر من مره. طبعا هلا هي بتأثر، ولكن ما انه بتأدي فورا لمشاكل طالما في التزام. يعني انا ممكن اخفف عدد مرات التفريش مثلا مره واحده استعيد عنها بمضمضه، تمام، فهذا الشيء ممكن يوقيني من انه يصير معي مشاكل. تمام هلا دكتور، كمان بدنا نرجع موضوع كثير مهم هو حساسيه الاسنان. في كثير ناس بيعانوا من الحساسيه الزائده وخز معين، او مثل ما نحن بيقولوا بالعاميه انه لمع سني او هيك كذا لما بيشرب ماء بارد او ساخن او العكس، يعني بنعرف نحن اسباب هيدا الموضوع. لهيك كمان كيف فينا نقلل من حساسيه الاسنان، وكمان شو هي الاسباب الشائعه طبعا بتسبب الحساسيه؟ تمام. هلا بالنسبة لحساسية الأسنان، حساسية الأسنان هي رد فعل طبيعي موجود بالنسيج العصبي للسن للمؤثرات الخارجية. ممكن المؤثرات الخارجية مثلا ممكن تكون مؤثرات ميكانيكية مباشرة، أو ممكن تكون عندنا مؤثرات كيميائية. طبعا المؤثرات الميكانيكية هي اللي عم نحكي عنها الفيزيائية، الحرارة مثلا بنوعها كمان سواء كانت سخونة أو برودة، تمام، فنحن بيكون عندنا في زيادة بردة الفعل بالنسبة للنسيج العصبي. ممكن يكون عندي أنا صاير عندي انكشاف لطبقة العاج، طبقة العاج بالأسنان هي حساسة لهيدي المتغيرات اللي عم نحكي عنها. بغض النظر عن سبب الحساسية، يعني أنه ممكن يكون عندي صدع بالسن أنه ناتج عن رد مثلا حدا أكل شيء قاسي تأدى تصدع السن فانكشفت الألياف العصبية ممكن يصير عنده حساسية. ممكن سبب شائع كمان ممكن لاحظه هو التراجع اللثوي، التراجع اللثوي بيكشف طبقة العاج، بالإضافة أنه كمان التبدلات الحرارية المفاجئة، ممكن يكون عم نشرب شيء بارد شربنا شيء ساخن أو العكس، فتمدد التقلص ممكن يعمل رد فعل من عصب الأسنان. تمام. بدنا ننتقل لموضوع اللثه وايضا نزف اللثه. اليوم كمان طريقه فرشاه الاسنان ربما، شو هي اسباب نزف اللثه؟ ام في ضعف ممكن يكون في عوامل صحيح. مختلفه خلينا نحكي عن النزف اللثوي هو عرض يعني ظاهره مرتبطه بشكل مباشر بموضوع الالتهاب اللثوي. التهاب اللثوي بغض النظر عن مسبباته هو شائع عند نسبه كبيره من المرضى. احد يعني نحن احد مشخصات الالتهاب اللثوي هي موضوع النزف. يعني ممكن يشكي المريض انه انا عندي نزف بنسميه نحن نزف مسار اثناء التفريش، بيكشف لعنا عن نوع معين من الالتهاب اللثوي. ممكن يكون عندنا احيانا بنسميه نزف عفوي، انه المريض بيقول لي انا فقت لقيت على المخده دم، انه اثناء الليل يعني بدون اي نشاط. فكمان بتشخص لي نوع ثاني من الالتهابات اللثويه ممكن يكون اشد حده من الالتهاب الاول. مثل ما حكينا انه النزف اللثوي هو عرض للالتهاب اللثوي، ممكن هذا الشيء ينبهني انه انا راجع طبيب يحل لي المشكله، ممكن عن طريق اعطاء دواء او عن طريق اجراء وقائي تنظيف أسنان عند الطبيب. ممكن طبعا في عندي يكون سبب ممكن لاحظوا عند الشباب أكثر، يعني عند عمر فترة الشباب، أنه هي طريقة التفريش خاطئة، ممكن عم يعمل رد على اللثة. ممكن اختيار لنوع الفرشاية
أشعار الفرشاة ممكن تكون قاسية أو غير مناسبة للثة الموجودة عنده. تمام. ممكن كمان لون اللثة كمان يدلنا على أنه في التهاب طبعاً معين. طبعاً. شو اللون الطبيعي رح يكون؟ اللون الطبيعي هو الزهري الفاتح. أي تغير اختلاف بالألوان دائماً مثلاً الألوان الممكن تأخذ اللثة مثلاً لون الأحمر ممكن يكون هذا دليل التهابي، أو أحياناً ممكن تأخذ لون أزرق شوي. تمام. بغض النظر انه ممكن يكون في تصبغات موجوده على اللثه مثلا. تماما. تصبغات النيكوتين اللي ممكن تظهر بشكل واضح على اللثه، ولكن احد اعراض مشخصات الالتهاب اللثوي هي النزف، تغير اللون، تغير القوام. اللثه العاديه ممكن هي قاسيه، ولكن احيانا وقت اللي بيصير عندنا التهاب فبده يتغير قوام اللثه لياخذ القوام الرخو. تمام. بتصير يعني حتى مثل ما ذكرت يعني مع هيدي الاسباب او حتى هيدي البقع اللي ذكرتها ممكن اذا ظهرت على اللثه كمان بدلنا انه في مؤشر التهاب، بتشخص لا مؤشر التهاب. تماما. نعم. تمام دكتور، يعني نصائحك من حضرتك اخيره هيك بلا بشهر رمضان. تمام. الكريم، كيف ممكن احنا نحافظ على اسناننا حتى بكل التفاصيل اللي ذكرتها حضرتك؟ هلا بشكل عام النصائح هي نصائح وقائيه لأي شخص يتجنب مشاكل الأسنان أو يتجنب يتعرض لألم بأسنانه. تمام. التنظيف أكيد، التفريش إذا عندنا مشكلة يراجع بشكل بوقت مبكر ليكشف عنا بحيث يتلافى أي أثر جانبي، وبالإضافة أنه دائما تكون العلاقة مستمرة بين الطبيب والمريض ليقدر يوقي من أي مشاكل ممكن تحصل معه. شكرا كثير لك دكتور، وأكيد نشكرك على النصائح والمعلومات اللي قدمتنا إياها بحلقة اليوم، وأكيد نتمنى السلامة للجميع. شكرا كثير لحضرتك. شكرا.